اهلا وسهلا بحضراتكم. واصل حواري مع كابتن طيار توفيق عصر، رئيس مجلس اداره الشركه القابضه لمصر للطيران. طيار احمد يونس رئيس رابطه الطيران بيحذر من خطوره تجاهل مطالب الطيارين، وقال ان اللائحه الماليه للطيارين قديمه وسبق لهم تقديمها قبل 3 أعوام لكن تعطلت وكان في اضراب، وحضرتك قعدت معهم واتكلمتوا وتم تعليق الاضراب مع وعد بحل المشكله. ما المشكله وما الحل؟ بس معلش انا عايز اصحح كلمه اضراب. نعم. ارجو يعني تصحيح كلمه اضراب. يعني الطيارين مصر الطيران اعتقد على مدى 81 سنه عمر مصر الطيران من 7 مايو 1932 حتى وقتنا هذا، احنا كنا محتفلين ب 7 مايو اللي فات ب 81 سنه. كل سنه وانت طيب. لمصر الطيران ما اعتقدش ان هو تم عمل اي اضراب على مدى تاريخ مصر الطيران من طياري مصر الطيران، اضراب حقيقي. نعم. بمعنى الامتناع التام عن العمل. يمكن ما تمش اضراب ابدا في تاريخ مصر الطيران، يمكن باستثناء الحاله الاستثنائيه والشاذه اللي حصلت اللي هي من الاخوه افراد الضيافه في شهر سبتمبر الماضي، ويمكن ما استمرتش اكتر من 18 ساعه وكل الامور رجعت. انما اللي حصل في الفتره الاخيره اللي هو مساء الاربعاء وحتى صباح الخميس ده مجرد اعتصام جزئي، حتى يعني مش اعتصام كامل، يعني اعتصام جزئي، لان طبعا يمكن في ظل الاوضاع حقيقه يعني يمكن هم الاخوه الطيارين طبعا دول كلهم حبايبي وزمايلي واخواتي الصغيرين، وانا يمكن دربت كتير جدا جدا منهم كمدرب في على مدى السنين اللي انا طرت فيها في مصر الطيران. طبعا هم قدموا طلباتهم دي زي ما اتقال، يعني يمكن في ظل المشاكل الكبيره قوي كبيره حقيقه. الصوره من يوم ما توليت كانت صوره يعني سود. قاسيه جدا، قاسيه، مش عايز اقول سودة، قاتمة يعني، انما قاتمه قوي. فبالتالي كان هناك من المشاكل الكبيره جدا جدا، وكانت متطلبه جهد كبير جدا جدا ان احنا نقدر نواجه المشاكل ديت ونتغلب عليها على مدى العشر شهور اللي فاتت. طبعا هم اخواتي واولادي الطيارين يمكن قدموا مطالبهم، ويمكن احنا يوم الاربعاء بالليل راح لهم رئيس الشركه والنائب بتاعه، ويمكن يعني اتكلموا واتناقشوا معاهم وسمعوا المطالب، وبلا شك طبعا فيها مطالب طبعا مشروعه، ويعني هم عايزين يحسنوا بيئه العمل، اسلوب النقل البري، اسلوب الجدوله، في حاجات كتيره في الرواتب. الرواتب لا، هو الطيارين ما طلبوش رواتب. نعم. انا يعني طبعا انا شخصيا يعني مش عشان انا طيار ولا حاجه، هي انما متكلمين عن اللائحه الماليه الطيران. هي لائحه، يمكن هي اللائحه اللي قدمت من 3 سنين حتى هذه اللحظه اللائحه عليها يعني اخذ ورد، يعني لم يستقر تماما الغالبيه العظمى من الطيارين ان هم يقولوا هي دي اللائحه، لان يمكن الكثير من الطيارين ما عندهمش وقت ان هم يطلعوا على بنود والحاجات الموجودة في اللائحة بالكامل. نعم. بصرف النظر عن انها طبعا تمثل عبء مالي علينا، وعبء مالي خصوصا ان احنا اذا هي اللائحة مقدمة للطيارين وللمضيفين. نعم. فبالتالي العبء المالي الاجمالي انا لا استطيع ان انا اوفيه في هذه اللحظة، وهم الطيارين عارفين كده ومدركين هذا الكلام. فبالتالي يعني احنا بنقول ان احنا متفاهمين لكل مطالب الطيارين، وان شاء الله في الوقت قريب جدا المشاكل الاخرى هنبص فيها ونحلها. وانا بنتهز الفرصه دي بس معلش لو تزال يا استاذ خيري، ان يمكن امبارح كان في امبارح الصبح انا رحت للاخوه الطيارين في مكان اعتصامهم الجزئي، والحقيقه يمكن كان من الضغوط ومن ان انا يعني واخد على خاطري برضو دول زمايلي، يعني انا طيار زيكم، يمكن بطلت طيران انا طيار زيكم، يمكن احتديت شويه في الكلام وكده، وهم ما كانوش متوقعين مني كده لانهم واخدين عليا ان انا يعني بهدوء وبالراحه وكده. فانا الحقيقه بنتهز الفرصه ديت وبقول لهم انا متاسف ان انا يمكن صوتي احتد شويه او علي شويه، وما اعتقدش ان انا يعني اكيد عندي رصيد عندهم كافي جدا ان هم نتجاوز اللي حصل امبارح. والحمد لله الحقيقه حتى بعد برغم ان يمكن صوتي علي شويه، انما بعد يمكن من كلامي ليهم بربع ساعه بدأوا ان هم يرجعوا
ويبدأوا الطيران تاني، ويمكن معالي الوزير برضو كمل معاهم. والحقيقة هما طبعا كعهدهم بصراحة فئة متحضرة وفئة تعلم مدى مسؤوليتها، وهي برضو اللي ممكن ما عندوش ثقافة طيرانية كتير، الطيار آخر حلقة أمان في منظومة الطيران، آخر حلقة يعني يمكن آخر وأهم حلقة. يمكن كل الناس تعمل أخطاء، اللي بيصدها في الآخر هو الطيار. حد بيسألني عن موضوع الطيارين الجدد اللي تم إعلان نتيجتهم ثم جمدت. الحقيقة طبعا النتيجة دي يمكن خدت حجم كبير جدا. للأسف احنا طبعا عشان الظروف اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت في البلد أدت إلى أن مصر طيران ما تتوسعش في أسطولها، فبالتالي أعداد الطيارين اللي اتخرجت بدأت تتزايد نتيجة بقى ثقافة جديدة، نتيجة أنا فوجئت تماما أن الإعلان متقدم له ما يقرب من 500 طيار. احنا كنا بندور على الطيارين في الشارع صحيح عشان نجيبهم، فوجئت 500. طب انا بالتجاوز كنا عايزين 35، فتخيل انت بختار 35 من 500، والطيار تكلفته عاليه، تكلفه التدريب بتاعته اتجمد تكلفته عاليه. بس الحته اللي عايز اوضحها للناس عشان بس تبقى الامور واضحه، لان التتر نزل، الطيار لما بيروح المعهد وبيتعلم وبيبقى ياخد اجازه الطيار، دي مش معناها ان ده مسوخ تعيين او ان هو لابد ان هو يتعين كطيار في مصر طيران او في اي شركه طيران، لا، انت بتاخد رخصه وبتستنى زيها زي اي وظيفه تانية. يعني هي القصه بس عشان يمكن الناس متخيله طالما اتخرج يبقى لازم يتعين، لا، التكلفه عاليه، فبيتخيل ان هو لما يصرف نص مليون جنيه عشان يبقى طيار ان هو لابد ان يتعين، لا، الوضع مش كده خالص. الوضع ان هو انت خدت الشهاده بتاعتك تنتظر ان هو زي بقيه الوظائف كلها ان يتم فيه اعلان وفي احتياجات، فبالتالي مصر الطيران هتشتري طيارات جديده بلا شك. انا يمكن النقطه دي اللي انا عايز اقولها فضل. ان احنا انا بحكم منصبي ومسؤوليتي كان من الممكن ان انا الحمد لله يعني اكتفي بانجاز ان انا ما فيش خسائر السنه دي، وان في تطوير في كل الانشطه وبنطور في كل حاجة، بنحاول ان احنا نستعيد تاني مكاننا في التحالف بتاع الستار، احنا فقدناه في خلال السنتين، احنا كنا في اول ربع من الشركات، بقينا دلوقتي في اخر ربع من العدد من الشركات، الربع الاخير من الشركات. انا ببذل مجهود كبير مع الاخوة العاملين في كل المجالات عشان نستعيد هذا المكان. فيما يخص الطيارات الجديدة، فانا كنت بقول انا كان ممكن ان انا اقول شكرا يا جماعة انا انجزت الحمد لله وهخلص قريب جدا، يعني انا فترة عادي، انا طبعا بلا شك مش هقعد فترة كبيرة، فكان ممكن اسيبها. نعم. انما بعد 3-4 سنين مصر طيران هتبقى في مشكلة كبيرة جدا لو احنا استمرينا هكذا، فكان لابد ان انا يعني اخد هذه المسؤولية، وان احنا لابد ان احنا نتعاقد من دلوقتي في الفترة القصيرة جدا القادمة على الجيل الجديد من الطائرات. بدون الجيل الجديد من الطائرات هعمل مقولة أحد رؤساء شركات الخليج اللي هو أعلن، قال في سنة 2020 لن يكون هناك شركات طيران في المنطقة غير الشركات الخليجية. أنا بقول له آسف، مصر الطيران هتظل كما اسم مصر هيظل فوق الجميع، وبقول إن أنا إن شاء الله الدراسة لتطوير الأسطول واستبدال الطائرات القديمة والحصول على طائرات جديدة من الجيل الجديد اللي هو بيوفر 25% من استهلاك الوقود في التشغيل، احنا بنقول لا، ده احنا يمكن الدراسة الارقام المؤشرات المبدئية بتقول ان احنا محتاجين 60 طيارة بصفة اساسية و30 بصفة احتياطية، يبقى اجمالي يمكن 90 طيارة مصر الطيران محتاجاهم من هنا لغاية 2022. بس يوسف هيضربني جملة اخيرة، 30 يونيو في اي اجراءات استثنائيه في مطار بلا خيارة؟ شك اي حدث احنا بنعمل اجراءات استثنائيه، مش استثنائيه، احنا بقى عندنا منهج في خطه الطوارئ، منهج أي. هو ده اللي يحميك، منهج اي حاجه تحصل غرفه ازمات بتتفتح، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، جاهزين ليها. جاهزين يا فندم. كابتن توفيق عاصي بشكر حضرتك جدا، بشكرك. عايز اقول لكم خالد مشعل منذ قليل وصل هو و11 حمسويا الى مطار القاهره، بعضهم كان ممنوع من دخول مصر، ولكن يبدو أن فيه هناك جواب من جهة ما أمنية سمحت لهم بالدخول. هم جايين ليه؟ جايز نعرف، وجايز كالعادة ما نعرفش. بشكركم، دي كانت حلقتنا النهاردة، أشكركم وأترككم
مع باسم يوسف، ونلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله.